هلا تفضل. هلا انا سعيد العويوي، قلنا هون عايشين يمكن 20 سنه قلنا عايشين قعدت هون. هون اكبر سوق خضره تجاري، هون في اكثر من 3000 دكان. في ال 2000 كله هذا اليهود اخذوه وسيطروا عليه وسكروا الدكاكين. قعدت في هون 3 شبابيك هيبنى حجر عتيق، هذا كان جامع اسمه جامع الاكتوب. هذا اجى اول ما اخذوا المستوطنين اخذوا الجامع سكنوا فيه، بعدها كبروا المستوطنة صار يبنوا انه فوقيها مستوطنة، صارت انه كل هذه المستوطنة لهم، كل هذه القرية اخذوها. هيت هون شارع الشهداء اسمه، اليوم هو السبت عيدهم شبات، هيت ممنوع هم يركبوا اليوم السيارة. يعني كل المستوطنين اليوم بتجمعوا الساعة 5 الساعة 6 وبيجوا على السوق الشارع اللي معانا، الشارع اللي احنا بنمشي فيه. هذا الشارع بيجوا يمكن بيعدوا 500 مستوطن فيه. هذول المستوطنين مشاكل، انت بتصيروا تحركوا، شوف الرايح بالجاي حتى في الدكاكين. تفرج انت كل مكان في نقط جيش، في هون 120 كاميرا، 120 كاميرا هون بيصوروا في البلده القديمه، وكل منطقه عاليه الجيش ماخذ لها، ماخذ لها نقطه. يعني هذه اسمها H1 تابعة للسلطة، H2 تابعة للإسرائيليين. فرجع H1 في نقطة جيش هيو جبل أبو سنينة بيحكوا له، جبل التكروري اسمه. في جبل جوهر تحت كمان نقطة، وعندك جبل جنيد كمان نقطة. هذول الثلاث نقط كشفين كل شيء عن البلدة القديمة. هون في عندنا في الخليل 5 مستوطنات، في قريات 4 فيها 6000 مستوطن بعيش فيها. هذا مش في الخليل يعني جوات البلدة، بس تبعد يعني بدك تقول 3 كيلو 2 كيلو بتبعد عنها. هذه الثانية هذه اسمها ابراهام افينو، انه سيدنا ابراهيم هو بس ابوهم لحالهم. هذه الثالثة بيت رومانو، هي اللي عليها كاميرا وعليها نقطة جيش على ظهر اسطوحة، هذه كانت مدرسة أسامة زمان. لقيت هذه كلها اخذوها وسيطروا عليها، لقيت صارت معبد لهم زي كنيس. فرج كيف عندهم تنكين مي كبار اللي عليهم صوره العلم. ايوه اتوروهم في اسمها مستوطن اسمها بيت هداسه، وفي واحده فوق اسمها تل رميد، هي لها 3 شبابيك وعليها العلم. هذول الاربع مستوطنين هون، الاربع مستوطنات فيهم 450 عيله بحرسهم 3000 جندي، وكل دور كل واحد يعني بيرحل الجيش بيجوا بياخذوا دوره بيحطوها النقطة انه خلص العرب ما يقدروش يدخلوها. هون كان في عيله، طلعت العيله اخذوها اليهود. ليش طلعت العيله؟ ما استحملوش المشاكل هون. يعني تفرج برضه هذيك الدور حرام تروح، هذيك يمكن كانوا اول كانوا 20 عيله ساكنين فيها، كله رجال الدور ما فيش في ولا عيله فيها. تفرج الجيش هي قاعد عليها، فيها عليها كاميرا. هاي شو بدهم اليهود؟ بدهم البيت هذا. هذا البيت اندفع لهم اول مره $1,000,000 انهم يدشروا ويطلعوا امريكا. اجوا كمان مره $2,000,000. الساكن هون رفض من هون 2005. قلت الحجة اي ساكن هون اسمه سعيد، هذه حامل كانت بدها سياره الامبولانس تيجي تاخذها عشان توديها على المستشفى. على مطلع الدرج تحت اتوحي وهم بنزلوا فيها ولدت على الارض، يعني الولد عايش وبعيط بس المصران لفت وين رقبته. شو بده سيارة الامبولانس انها تيجي تاخده عشان تسعفه. الجيش منع سيارة الاسعاف تدخل عبر ما تأكدوا انه توفى الولد، بعشر دقايق دخلوا سيارة الاسعاف. وكمان مرة في 2007 كمان اخ عمره 8 اشهر نايم في الغرفة هذه، نزل المستوطنين معهم قلبة ملتي وفزتوها في الغرفة وضلهم رايحين، والتاني توفى. وقت صار عندهم مشاكل تنكات المي، هذا يوم الجيش عندهم ممنوع ولا باب يتسكر، 12 نفر في غرفتين صغار ممنوع اي ابواب تتسكر، المية ما فيش عندهم، كل المية اللي تجيهم كلها على الكباب اول باول. فرج هون كله مخزق، يا بيجوا بيخزقوه يا بيجوا برموهم على تحت. يعني هون حتى السجاد كل شيء هون كانوا يحطوه سجاد ينشروا الغسيل، يجوا ياخذوه يزتوه على تحت، طلع السجاد تنكات المية الطواي ولا اشي يخلفه. هاي كل المشاكل اللي بتصير هون. هاي مستوطنة هون، هذه مستوطنة، صارت مستوطنة. وهذه شو مقابر هاي؟ هذه مقابر إنا، هذا كنا احنا زمان نصلها 5 دقايق عشان نبقى فيها. هقيتي بدنا 5 كيلومتر عشان نصل هون، احنا لازم نلف لف كبير عشان نصلها. وفي لسه المتين في هذول جنب السور جنب الشارع الا بتسريح الواحد يدفن، بعد المية في الثلاجة اسبوع اسبوعين قبل ما يعطوه تسريح يدفنوه. أو كل هذا خلص السيطرة عليه. قلت شو بدهم هم؟ بدهم هذا البيت. يعني أخوها الوحيد اللي بيشتغل عندهم أكبر واحد بيجوا حبسوا له 100 يوم تخلص. اليوم لسه رد لهم الخبر إنه في عوفا، سجن في عوفا. الله يخليك. هذه مأساة من مآسي مدينة الخليل وصراعهم مع المستوطنين الصهاينة.
كان لسه اول في 350 عيلة عرب بتعيش هون. هقيت تعال روح عندهم بوصلوش ال 100 وال 200 كلها بترحل، هذه الدار فاضية اغلبيتهم فاضيات. الجيش اخذوا هذا الدار بياخذوا هذه بنتقلوا حتى حتى على الفاضي قبل ما يسيطروا على كل البلد القديمة. هو اليوم في جايد يهودي بيجي معهم هذا قال بيقعد يحكي لهم عن بطلاتهم كيف احنا قتلناهم ورحلناهم. هذا قتلتهم رحلتهم. بيجي جايد اليوم بيجي على الدور هذه المخزق اللي عليها مثلثات بيجي بيشرح لهم انه كان زمان هون مستوطن عايش قاموا العرب رحلوه قتلوهم. ايش الحكي؟ والله اشياء كثير بيفرجوهم فيها قدام هي غاده في دور عليها نجمه اسرائيل ودور هذا عليها شمعدان. بس هدول انهم فكرهم يعني انه هم كانوا عايشين هون وانتوا شلتوهم. بس هذا غلط، هذا كان الاتراك زمان يتفننوا هون كل شغل بناء اتراك كان يتفننوا في الشغل الا يسووا كل شيء بيسووه للرسم. تسووا الرسمتين هذول انهم فكروا انهم اليهود هم اجدادهم هم سووها هم كانوا ساكنين. انا فيها قيت هون بفرجيكم حجر عليه شعار نجم داوود شعار الزيتون وعليه الصور الورده. هذا خلص شغل كان من زمان هم يتفننوا فيه. ما كل شيء صار. يلا الله يعطيك العافيه. بس في اهم عند العيله هذه عندهم سي دي فيلم. هذا السي دي الفيلم بيشرح بالعربي وبرضه بيشرح بالانجليزي. هذا السي دي بتشوف كل المشاكل اللي صارت عندهم، كيف هجموا عليهم المستوطنين، كيف حرقوا لهم الضوء، كل المعاناه اللي عندهم بتشوفها في السي دي هذه. هذا عشان بيجوا هون الضيوف الاجانب، هذا سووا لهم اياه مؤسسه الحرب. هذا السي دي بيشرح كل شيء عن العيله هذه. إذا أنتوا هذا بتحبوا تاخذوا هذا زي ما بدكم أنتوا. قديش هذا الفيلم؟ هذا زي ما بدكم قديش بيجوا الناس ونحكي لهم احنا زي ما بدكم قديش بتشتغلوا هذا العيد. طيب. ولسه تانك المي اللي له 10 هذا له 2000 سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني زمان بتسموا الأنتيكة.